أهلا بكم، معكم مريم الحجوج أغا خبيرة السكري بإنجلترا. النصيحة اللي غنعطيكم اليوم هي منين تلقاو الخزان مرتفع شنو خصكم ديرو. أولا غادي تنقصوا من النشويات بحال الخبز والرز والمعجنات والبطاطا، هي كتعتبر من النشويات. ثانيا غادي تكثروا من البروتين من أصل حيواني والبروتين من أصل نباتي. السلطة والخضار غادي تكثروا منها، هي والقطاني ما تاخدوهاش بالخبز، وكذلك غادي تاخذوا الحصه ديال الالبان والمشتقات ديالها بطبيعه الحال. وبالنسبه للفاكهه عندكم الحق في حصه واحده من الفاكهه لا تتعدى 100 حتى 120 غرام من الفاكهه التي تحتوي على مؤشر غليسيمي منخفض مثل التفاح والفراوله والكيوي وغيرها. يوميا ابتعدوا عن عصائر الفواكه لانها ترفع السكر بسرعه. من الأفضل تناول الفاكهة الطازجة بدون عصرها بطبيعة الحال. ضروري من حصة الرياضة لمدة نصف ساعة يوميا على الأقل. والنصيحة الأخيرة والأهم هي أي أدوية ديال السكري ضروري تاخدوها في وقتها باش يتحسن لكم الخزان. المرجو تطبيق هذه التعليمات والنصائح لمدة 3 أشهر، بعدها عيدوا فحص الخزان باش تشوفوا واش عطات النتيجة ولا لا.